لكن بداية الحلقة نفتتحها بهذا المشروع، مشروع تحصين هو لتعزيز الوسطية اللي أطلقته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة أعتقد 5 جهات حكومية، باعتبار أن الحوار أجمل وسائل التواصل الإنساني. بهذا الصدد يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا اللي راح يتكلم عن هذا الموضوع، وهو خير من يمثل هذه الوسطية هو وباقي زملائه، دائما يدعو إلى هذا الأمر بشكل متكرر، سواء على المستوى الجلسات الدواوينية يعني بالكويت بشكل عام كان مجتمع دواويني، سواء من خلال أي منبر يتحدث فيه، أي وسيلة إعلامية يتكلم من خلالها. دائما هذا الشيخ الفاضل بارك الله فيه وبارك الله في زملائه ومن هذا النهج دائما يتحدثون عن هذه الوسطية وتعزيز هذه الوسطية. لذلك اليوم هو ضيفنا الكريم مدير مركز تعزيز الوسطية الدكتور الشيخ عبد الله الشريكي. مساك الله خير دكتور، يا هلا ومرحبا فيك بالنور ابو تركي، ويحيي جميع اخواني واخواتي المشاهدين، واسال الله ان يعيني واياك على تقديم ما ينفعهم ويستمتعون به ان شاء الله. اهلا ومرحبا فيك وسعيدين بلقائنا معك، ودائما حضرتك ما تدعو لهذا الامر من خلال اي منبر اي وسيله تحاول انك انت توصل هذه الفكره، فبارك الله فيك وبجهودك. امين وفيكم بارك الله، وعسى الله يقدرنا وياك على زرع الخير في آمين. قلوبنا وقلوب الناس وعلى هذه الارض لكل فئات المجتمع. امين يا رب امين. دكتور خلينا نتكلم في البدايه ونعرف المشاهد الكريم على هذا المشروع وهو مشروع تحصين. نعم، مشروع تحصين يدل اسمه على مسمى، هو تحصين لكنه تحصين معنوي، مشروع وقائي لأبنائنا وبناتنا من طلاب الثانوية وطلاب المرحلة الجامعية والمعاهد التعليمية. اسمه تحصين، نريد أن ننصب سياجا وقائيا ضد التطرف، ضد الإرهاب، ضد الانحراف السلوكي الذي يغزو بلادنا كما يغزو جميع بلاد العالم. نريد أن نحمي الأبناء والبنات يا أبو تركي من مثل هذه الأفكار المنحرفة. نحمي منه؟ أنا أحمي عيالي، أحمي مطير وأسومة وهاجر وعبد الرحمن، وأنت أحمي تركي إلى آخر عيالنا اللي في المدارس. هذا المشروع مشروع أعد له يعني إعداد دقيق، واختير له طريقة نوعية حديثة مختلفة عن النمطية اللي موجودة في المشاريع الأخرى. احنا في مركز الوسطية أبو تركي من فضل الله عز وجل قدمنا العديد من المشاريع، منها مثلا مشروع زيارة الدواوين، نروح ديوانية ونطرح ما نريد ونستقطب آراء الناس ونستمع لهم، نسمع ملاحظاتهم ومقترحاتهم إلى آخره. طبعا الزيارة الوحدة ممكن تخرج منها باستطلاعات رأي كثيرة جدا، تخرج منها بتنبيهات، أمور، قضايا تشعر أنها فعلا بحاجة للعناية والدراسة إلى آخره، تعرف شنو اللي يحتاجه المواطن من النواحي الفكرية، ما هي الأمور التي تقلق قلوب المواطنين من نواحي فكرية. بالديوانية راح تلقى الأب وتلقى الأخ وتلقى الابن، تلقى الكبير والصغير إلى آخره. وأحيانا لا، نتقصد ديوانيات معينة. خلال سنتين من فضل الله زرنا ما يزيد على 290 ديوانية ما شاء الله، وأيضا مشاريع أخرى، مشروع الدورات من مختلف مشارب دولة الكويت، مختلف المشارب كله، كافة الفئات، كل ديوانية تقول حياكم الله نجيها. نعم. مهما كان توجهها، مهما كان انتمائها، مهما كان، أي ديوانية ترحب بأن نطرح ما عندنا من فكرة وسطية تعايشية في هذا المجتمع، نحمي من خلال الكويت من شرور الفتن. بصفتكم دكتور، بصفة مركز تعزيز الوسطية، ممتاز. نعم. نعم. مشروع تحصين أبو تركي اللي يختلف فيه أن نحن نريد أن نتجه إلى مقاعد الدراسة. اليوم الشباب يعني هواياتهم مشاربهم مختلفة، منهم اللي يحب الرياضة في الأندية الرياضية، وإحنا تقريبا زرنا غالب الأندية الرياضية، منهم اللي يحب مثلا المقاهي، يحب الديوانيات إلى كذا، لكن يقينا ستجد كل هؤلاء في الفصل الدراسي. نعم. في قاعة المحاضرات. صحيح. راح تلقى كل هؤلاء. اللي راح نسويه مو أن نجمعهم في قاعة المحاضرات نلقي محاضرة، لا، راح نكون معاهم في الفصل الدراسي بدال حصة مثلا الرياضيات أحيانا يتنازلون عنها يوم واحد لهذا الفصل، يجون الطلاب ما يدرون أن في أحد جاي، ما في إعلانات، ما في أشياء إعلامية أو كذا أبدا، يجي الطالب جايب كتاب الرياضيات يتفاجأ أن في
ناس جايين من مركز يعز وسطية يسولفون وياه، يشوفون رأيه، يطرحون عليه قضايا، كلها حلقات نقاشية. راح يكون عندنا تقريبا 210 حلقات نقاشية بمختلف مدارس الكويت، البنين والبنات، وكذلك المعاهد والجامعات التعليمية. شيخ يعني نستهدف على الأقل 10,000 طالب. ما شاء الله. طيب شو الهدف انك انت ما تعلن في اعلان مسبق، في تبليغ مسبق، حتى تبي تفاجئ نفسيا يعني؟ نعم، لا مو من هالناحيه، احنا بالعكس نبيه هو يكون عنده اريحيه، ما يحس، ما نقول له ترى باكر بيجون كذا وبيطرحون كذا، يستعد وكذا، يكون في ضغط نفسي ويزور هو اشياء، او يحاول، اقصد يزور يعني يهيئ نفسه لاشياء معينه الى اخره. فانت تبي على سجيته، نبي على سجيته، نبي يكون مرتاح. وايضا ابو تركي احنا نراعي قضيه ان هذا المشروع ما رصدنا له اي ميزانيه، نبي نقدمه باقل تكلفه ممكنه، ولذلك بدون مبالغه 90% من القائمين على هذا المشروع عملهم تطوعي. بارك الله فيكم، عملهم في ميزان تطوعي من الاخوه والاخوات جزاهم الله خير. العدد كافي دكتور؟ ما المشروع كبير والعدد المستهدف كبير والفئات كبيره والفصول الدراسيه والمدارس والجامعات، عندك جامعات حكوميه، جامعات خاصه، كليات، كل كليه في منطقه، عددكم كافي؟ راح يكون كافي باذن الله، واحنا بلشنا بدون حتى اعلانات، بدون الى اخره. احنا بس وين بلشتوا؟ احنا بلشنا بكليه الشريعه. انا امس كنت في كليه الشريعه، كان في محاضره فقه العبادات، وهي محاضره لغير طلاب الشريعه، يعني انا رحت قعدت في قاعه محاضرات فيها طلاب من العلوم الاداريه، من كليه الطب، طلاب من الهندسه، طلاب كذا، مشارم مختلفه، قعدت معاهم ساعه كامله تخرج من خلالها، سألتهم عن السلبيات اللي يشوفونها، شنو مفهوم التشدد، شنو مفهوم الغلو، ايش رايكم في قضية الوحدة الوطنية، هل ممكن احنا نتعايش مع بعض حتى لو اختلفنا في المذاهب، في العقائد، في الأديان الى اخره. شو شفت دكتور الانطباع؟ بالعكس، انا اقول لك الامور مبشرة، شبابنا الحمد لله، الامور مبشرة، المجتمع الكويتي يعني مو اقل من 80% يتعقل ويدرك النعمة اللي هو فيها. ما في كويتي ولا مقيم على هذه الأرض سيجد خيرا من هذه الأرض في أن يقيم شعائره بكل حرية وأريحية بدون أي قيود. ما في كويتي، شوف، مهما كان مذهبه، مهما كانت طائفته، مهما لن يجد مثل هذه الأرض بكل هذه الأريحية التي نعيش فيها. ولذلك من فضل الله هذه الأرض ليست بيئة صالحة للبذور الخبيثة، الفكر، الإرهاب أو التطرف. ولهذا مع أن احنا نعيش في إقليم ملتهب بتركيا، نعم ما عندنا أعمال إرهابية من فضل الله. هذا شيء مطمئن في آخر عملية إرهابية صار لها سنتين وشوي، نعم، اللي هي تفجير مسجد الإمام الصادق. نعم. أيضا ما عندنا من بداية 2016 إلى اليوم الحمد ولا لله شاب كويتي التحق بالتنظيمات الإرهابية أو في ساحات القتال. هذه أمور من فضل الله، ترى بعد توفيق الله، نعم، بيئة أهل الكويت، الحياة في الكويت، الحرية اللي موجودة، حرية التدين، رفاهية العيش من فضل الله، ما تتقبل أن تعيش مع مثل هذه جميل الأفكار الموضوع. دكتورنا أيضا راح نتعرف على عدد الفرق المتطوعة لهذه الفكرة وهذه القراءة، الأعداد الطلابية المستهدفة فوق 10,000 تقريبا، المدارس القادمة أي مدرسة راح تكون عشوائية، في تنسيق مسبق بينكم وبين مدير المدرسة نقدر نعلن عن المدارس هذه أو لا، الجامعات والكليات، كل هذه الأمور إن شاء الله بعد الفاصل. وإذا سنتعرف هل هناك دراسة قائمة على هذا الحراك أو هذا التوجه، ومتى راح تنتهي بعد الفاصل إن شاء الله. أمس عليك بالخير مرة ثانية دكتور عبد الله الشركة، مدير مركز تعزيز الوسطية، وحياك الله معنا وأهلا مرحبا فيك دكتور. اليوم أيضا دور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونكم مع هذه المؤسسات المدنية في مثل هذه الحملة، وش كثر راح تستمر هذه الحملة؟ نعم، صح التعبير انها حمله يعني. نعم، هذا المشروع وتركي الله يحفظك يقتصر على الجهات التعليميه والقطاعات العسكريه اللي هم الحرس والجيش والداخليه. وطبعا هذه القطاعات كلها احنا من قبل معاهم، هم احيانا يسوون مشروع، نعم، مثلا الحرس سوى مشروع واثق وشاركنا معاهم بفاعليه في هذا المشروع من خلال الدورات والمحاضرات لأئمة الحرس الوطني وكذلك لمنسوبي الحرس الوطني. والحقيقة هذه المؤسسة العسكرية تستحق كل إشادة.
من رئيسها حفظه الله معالي الشيخ مشعل إلى أصغر عسكري فيها، لأنها من المؤسسات المتعاونة بشكل كبير. رئيس كذلك سمو الشيخ سالم العلي ونائب الرئيس الشيخ كلهم مشعل. نعم الشيخ نعم. مشعل نائب الرئيس وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس، عسى ربي يوفقهم. نعم. أيضا قطاع وزارة الدفاع متعاون معنا بشكل كبير. مشروعنا راح يكون مقتصر على الطلاب والطالبات. احنا نتعاون بكثافة ونرحب ونمد أيدينا لكل مؤسسة مجتمع مدني تريد أن تساهم معنا في تعزيز ثقافة الوسطية وكذلك التعايش السلمي في المجتمع. ممتاز. تعاوننا مع كل من مد يده لنا مهما كان توجههم، سواء ديني مو ديني، توجه سياسي، توجه كذا، مهما كانت طوائفهم. ما يهمكم خلفية الشخص كل اللي حاب يتعاون معاكم، بفكرتنا احنا نرحب بالتعاون معاه في هذا المجال. الشخصية اللي تتقدم لكم دكتور، ما يهمك انك انت تعرف خلفية هذه الشخصية، مواقفها السابقة، يعني مو معقول اي شخص يجي يشارك، لازم انت ابو تركي اخوك مو بعيد عن الساحة. انا بالضبط. قبل لا امسك هذه الاشياء يعني متابع جيد. نعم. وانا يمكن من 20 سنة من فضل الله في برنامج البالتوك كنت أدخل صحيح. غرف التكفيريين وناقشهم وناظرهم وعرف. نعم. عارف حتى للحين اللي يجي يحاول يظهر لي صورته الوسطية أنا أرحب فيه طبعا، لكن أنا أعرف خلفيته السابقة. يا هلا ومرحبا بكل شخص يعلن أنه كان يرى شيء وتاب إلى الله منه. منو فينا ما أخطأ أبو تركي؟ كلنا نخطي، كلنا يعني نزل، لكن اللي أحس أنه عنده نوع من التلون أو تكسب سياسي أو كذا أنا يتم استبعادها، ما أستبعده يعني بصورة ما هي لائقة بطريقتك، لكن معهودة يعني. نعم دائما نعم لبق حضرتك، لأن يعني هذه أمانة. صحيح. أنا هذا يعني هذا الشخص اللي أخاف أنه يكون عنده دغائل ما أقدم العيال يقول تعال علمهم صراحة، ولا أقدم لهم كرمز، ففضلا أني أقدم العيال المسلمين وعيال المواطنين وعيال المقيمين في المدارس أو أو غيرها، أبنائكم وأخوانكم. نعم. وإحنا هنا حتى نعم. تعاون مع جهات أخرى هي ممكن تتحفظ على بعض الأسماء، ممكن هي ترشح بعض الأسماء، وهي جهات مسؤولة في الدولة. لمتى مستمر دكتور هذا المشروع؟ هذا الآن الموسم الأول اللي هو الموسم الدراسي هذا، إحنا بدينا من 1/11 إلى إن شاء الله نهاية شهر 5 نكون غطينا الموسم الأول، وبعدين التجربة هذه راح نقيمها بالضبط، هذا اللي ونشوف قلنا شنو قبل الأخطاء شنو اللي فيه. وقعنا فيها، شنو الأشياء اللي نسيناها، شنو الأشياء اللي ممكن نرتقي في مستواها، شنو الأشياء اللي ممكن نحسنها، شلون ممكن نكثف المجال في توسعة المشروع حتى نستقطب شرائح ونوصل إلى شرائح مستهدفة أكثر. نعم. هل ممكن الطلبة يشاركون معاكم إذا شفتوا طالب مميز عند نعم. هذه الدعوة الوسطية بحيث أنكم تدعمونه تعززون فيه هذا الأمر؟ نعم. هذا المشروع مشروع قائم الآن. احنا طبعا تدري أبو تركي ان طلاب الثانوية ينظرون لطلاب الجامعة نظرة مختلفة. نعم. كلنا في ذلك الوقت كنا ننظر هذا، حتى يمكن الفرق بينهم ترى سنة او سنتين. صحيح. احنا في خططنا المستقبلية تجهيز واعداد طلبة جامعة 20 ندخل عندنا دورات في مفهوم الوسطية، مفهوم التعايش، جميل، في فن مخاطبة الجمهور، فن الحوار، ثم هذيل 20 50 نوزعهم على المدارس الثانوية هم اللي يتكلمون. وللعلم هذا المشروع تحصين يعني وهو شكلت له لجنة خاصة برئاسة الأخ الفاضل وكيل الوزارة أمين عام اللجنة العليا للتعزيز الوسطية، وهو متابع المشروع من إلى، وأسسنا لنا فريق اللي هو الأخ الكريم مهندس فريد عمادي. وأسسنا وشكلنا فريق اسمه فريق رعاية الشباب، فريق شبابي بحت يعتني برعاية الشباب، وشكلنا فريق من المحاضرين إن صح التعبير كلهم شباب، يعني هم هناك لما اللي يروحون مو شرط يروح لابس دشداشة وغترة وعقال، ممكن يدش عليه واحد لابس تيشيرت، جميل، لبس رياضي، ممكن يلبس لبس طلابي مثلا ويتحدث معهم في هذه المجالات. وين هذه الفرق الصورة دكتور؟ يجون عندنا هني خلينا نسولف وياهم بنجيبهم بس بنجيبهم بس خلينا نرهقهم اول شيء في العمل، بعدين ان شاء الله نجيب لكم الفرق. شكلنا فريق نسائي مختص ايضا تطوعي جزاهم الله خير من اخوات موجهات ومعلمات فضليات سواء من الاوقاف او من التربيه خاص بهذا المشروع. شكلنا ايضا فريق اعلامي مختص باعلاميه هذا المشروع. احنا كلنا امل بالله سبحانه وتعالى بان يهيئ لنا النجاح، ومن خلال التعاون مع كل المواطنين. آمين. مع كل المسؤولين. آمين. كل الجهات. شكر خاص لوزارة التربية
على تعاونها الفد، شكر خاص لكل وزارة الإعلام على تعاونها معنا في هذا المشروع، لكل من أسهم وكل من مد يده حتى نعمل على هذا المشروع. ترى هذا المشروع يا أبو تركي يخدم كل مواطن عليه أن يعلم أن هذا المشروع يحمي عيالك. إحنا في اللجنة العليا الوسطية وفي المركز نعمل في مكافحة الإرهاب على خطين، هذا الخط الأول أبو تركي وهذا الخط الثاني. الخط الأول هو خط علاجي، شخص متأثر بهذا الفكر المنحرف أو تلبس به، وهذه له درجات، صحيح، منهم متعاطف فقط، صحيح، منهم متأثر، نعم، يعني أنه شوي، منهم لا، معتنق للفكر وينفذ عمليات إرهابية وينتظر الفرصة يتحينها، هذين نتعامل معهم بأسلوب علاجي. وهناك أسلوبنا الثاني واللي هو هذا الخط، اللي هو الخط الوقائي، نعم، حقن وقائية له مشروع تحصين نقدمها للي ما تلبسوا بهذا الفكر ولا تأثروا فيه ولا نعم. تعاطفوا معه حتى يعرفوا خطورة هذا الفكر، نعم، من خلال نعم، حتى الناس يعني يلتبس عليها الأمر العلاجي. دكتور، هل في ناس موجودة في لا الحمد لله الحين ما في حتى ما يعني ما في اطمئنوا أحد. للناس؟ وأنا الحمد أحب لله. أن أوضح قضية، إحنا في مركز الوسطية في الأوقاف نحن جهة توعوية فقط، توجيهية، نحن سلطة قضائية ولا إحنا مثلا جهة أمنية، لا، إحنا حتى يعني الكلام اللي صار عليه ما صار من نعم، شوشرة، صحيح، اللي حصل أن هؤلاء يتم تأهيلهم داخل السجون، في ناس داخل السجون وتأهيل يعني من تلبس بهذا هذا الفئة، نعم، الفكر داخل السجون، مقصد دولي. نعم، الدول تسألنا أنتم شو تسوون لهم؟ شنو تسوي حق اللي انحكم وبيطلع من السجن؟ تخليه يطلع كذي بدون لا تدري؟ في تقارير دكتور وفي عادل، تقارير نعم، وفي الحمد لله نعم، تجاوب، وهناك لجنة مشكلة من عدة جهات برئاسة وزارة الداخلية، وفيها وزارة الشؤون، فيها جامعة الكويت، فيها وزارة الأوقاف، فيها ممثلين مجلس الأمة، المجلس نعم، السابق إلى صحيح، آخره، ولجنة تبذل جهود. جميل، والله يا أبو تركي بارك الله فيكم، إن في يعني إخوة أفاضل يدشون داخل السجن، داخل الزنزانة، ويتفتش حاله حال المساجين، وممكن يكون هو دكتور جامعي، نعم، ويدش داخل ويقعد معاهم بروحه ويناقشهم ويناصحهم إلى آخره، وترفع التقارير في هذا وكل الشأن، هذا تطوعا، تطوعا، كل والتقارير هذا ترفع يعني في في تطوعا. في في نعم في هذا طبعا الغرض. في تقارير عن جميل، كل شخص، عن كل نعم. فرد من هؤلاء. دكتور، يعني مركز تعزيز الوسطية، ما شاء الله، هذه الأفكار وهذه الأنشطة مو الكويت اللي بحاجتها فقط، قد تكون الدول الخليجية، دول عربية، دول إسلامية. هل في تعاون دولي ما بينكم وبينهم؟ هل تم استضافتكم من قبل مراكز دولية والاطلاع على هذه المشاريع والتحاور ما بينكم وبينهم؟ نعم، من فضل الله يعني التجربة الكويتية رائدة في هذا المجال، حتى أن الجهات الأممية تسعى لتسويق هذه التجربة ومحاولة استنساخها في دول المنطقة. على مستوى الخليج في تعاون كبير جدا، احنا أقمنا مؤتمر في شهر واحد اللي طاف بعنوان مواجهة التطرف الفكري الواقع والمأمول. هذا مو كلام نظري، هذا طلبنا من كل شخص أو كل جهة تعرض لنا شنو سوت تجربتها نعم، علشان نستفيد احنا منها ويستفيدون هم من تجاربنا، ونكون في الأخير متعاونين على هذا النحو. مو شرط اني انا اخذ كل اللي عندهم، انا في بيئة يمكن فيها اشياء ما تناسبهم هناك وعندهم اشياء ما تناسبني، لكن يستفيدون مما يرون انه مفيد لهم ونحن نستفيد مما نراه انه مفيد لنا. نعم، شارك في هذا المؤتمر يعني جهات أكفي من أكثر من 60 دولة، من أوروبا، الولايات المتحدة، من ما الهند، شاء الله، ومن أفريقيا نعم، ومصر وغير دول الخليج. من فضل الله مراكز عديدة شاركت معنا، وكانت تجربة مركز تعزيز الوسطية رائدة في هذا الباب. ويمكن تدرون أن المركز تكرم صحيح، من فضل الله يعني على مستوى دولي، يعني تكرم جميل، الملك سلمان جزاه الله خير مرتين، كذلك حاز مدير المركز على جائزة الإمارات للعمل الإنساني في نعم، مجال نشر الوسطية، اختير أيضا ضمن برنامج الزائر الدولي في الولايات المتحدة بالتعاون مع لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، ضمن 12 شخص في العالم كان لهم دور في مكافحة الفكر الداعشي بعنوان أصوات العقل ضد داعش. يعني هذا من الحمد لله، فضل الله منظمات سبحانه دولية وتعالى. كرمت هذا المركز وتم تكريمه في نعم عدة مناسبات نعم والمركز محلية وخليجية فاز ودولية. بجائزة التميز الخاصة جميل، بالمركز الأول نعم، في التأثير في المجتمع،
الإدارة الأولى صح في الأوقاف التي استطاعت الحمد لله أن ما شاء تؤثر الله في ما شاء المجتمع، الله وهذه ترى جهود العاملين في هذا المركز صحيح كلهم سواء من الأخوة المواطنين أو الأخوة الوافدين، نعم ما أستثني فيهم ولا واحد، الكل بذل واجتهد، فرق العمل كلها نعم حتى وصل المركز إلى هذا المستوى، ونتمنى ونسأل الله أن يديم هذا المستوى ويزيده، وألا نخذل الناس في آمين إن يوم من شاء الله الأيام. آمين. بارك الله فيك دكتور عبد الله شريكة مدير مركز تعزيز الوسطية. أترك لك كلمة الختام، الرسالة، الخطة الاستراتيجية القادمة لهذا المركز، تفضل نعم، ختاما. أنا أقول أخوي أبو تركي عسى الله يحفظكم من يسمع، إحنا الآن نعم نعيش في رغد عيش، لا نعاني من وجود متطرفين، لكن هذا الفكر، وأنا أخوك لا يهمني يتابعنا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كلما قطع لهم قرن ظهر آخر، 5 سنوات يخفت هذا الفكر بعدين يطلع بقوة، يطلع اليوم باسم وبعدين باسم، كان قبل باسم القاعدة، كان باسم طالبان، كان باسم الجماعة الإسلامية، بعدين داعش، قبل دولة الإسلام في العراق والشام دولة الإسلام، وراحت، ستزول المسميات وتبقى الأفكار، سيخرج لك نفس الفكر، تكفير، قتل أبرياء، تفجير، حرق الناس وهم أحياء، تمثيل بالجثث، جز رؤوس الناس إلى آخره، لكن باسم آخر، تنظيم كذا أو جماعة كذا أو غيرها من المسميات، تختلف المسميات لكن أفكار واحدة العقيدة واحدة، نعم عقيدة الخوارج واحدة، لذلك نحن علينا أن نجتهد في الجانب الوقائي، لا يطلع لي أخي يقول إنزين أنتم شوفوا في أشياء ثانية، يا أخي العزيز أنا هذا مجالي، نعم أنا هذا اللي مكلف فيه أقوم به، المجالات الأخرى لها أخوة، لما طبيب الأسنان يعتني بجانب الأسنان لا تجي تقول ترى القلب أهم، هو صح كلامك بس القلب له نعم أناس مختصين فيه، ولذلك احنا المجالات الأخرى اللي ما هي من اختصاصنا تاركينها لأهلها، معطين الخباز الخبزة، صحيح لكن نحاول نركز في مجالنا ونسأل نعم الله التوفيق آمين والسداد. آمين آمين يا رب. بارك الله فيكم وبارك الله بجهودكم. مدير مركز تعزيز الوسطية الدكتور عبد الله شريكة، شكرا جزيلا لك. بارك شكرا الله فيكم، شكرا جزاكم الله خير على إتاحة الفرصة. بارك الله فيك. كل الشكر لضيفنا الكريم، يعني إما أن تقل خيرا أو لتصمت. ما تبي تشتغل؟ يكفينا خيرك وشرك، خلي حق نفسك. تبي تعمل؟ حط ايدك بيد الناس اللي تعمل بنفس مجالك وتقدر تضيف شيء وبصمه وشيء ايجابي لهذا الشيء اللي انت تتميز فيه او اللي انت اللي حاب تشتغل فيه. لكن قاعد بدوانيتك، قاعد بقهوتك، قاعد شاليك، قاعد بزرعتك، وقاعد كذي بس وتقول ليش يسوون؟ ليش يفعلون؟ ليش يحطون؟ انا اتكلم بكل مجال، ها؟ لا مالك حق. استمر في جلستك، ما حد مقرب صوبك، الله لا يهينك، لا تزعجنا ولا نزعجك. فاصل وراجع لكم ان شاء الله.